السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة إن شاء الله جايين بقى بإذن الله هنعمل هنا روتين خفيف كده، هنقطع لهم بقى عيش. أنا جايبة لهم شوية عيش أهوت، لأن إحنا يعني أنا بصور معاكم دلوقتي وإحنا العصر، فكنت جايبة لهم شوية عيش. طبعا هم اكلوا العلفه بتاعتهم الاساسيه الصبحيه، العلفه الاساسيه بتاعتهم ما بتبقى دش وسيرسو، ولو في شويه رده ولا حاجه كده بعملها لهم، لان اهم حاجه العلفه بتاع الصبحيه دي. دلوقتي كده قلت اقطع لهم شويه عيش، وانا بقطع معاكم هقول لكم على افضل مشروع ممكن تعملوه. يلا كده يا جماعه نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو، عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات. يلا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف النهارده هقول لكم ايه. طبعا في ناس كتير لما كانت بتشوفني بصور وبلم بيض تقول لي يا ام شيماء هو مشروع الفراخ البلدي دوت مربح؟ النهارده انا جاي اقول لكم بقى على الحقيقه وجاي اقول لكم على الموضوع كله. هنحط لايك الاول يا جماعه، الناس اللي ما حطتش لايك وشيروا الفيديو يلا، وتعالوا بقى نشوف المشروع النهارده. هقول لكم المشروع دوت، انتم شايفينه ده، مش هتصدقوني لو انا قلت لكم هو بيكسب ذهب، بالرغم من ان العلف غالي. وانا كنت قبل كده عملت لكم فيديو قلت لكم يا جماعه العلف غالي ماشي، بس اللي انا بعمله دهوت، بصوا ده كده بعمل ايه، حاجه اقتصاديه كده، بوفر، بعمل لهم طاقه كده. عندي طبعا العيش اللي انتم شايفينه دهوت بيفيد مني، فممكن ان انا بنشره وبعد كده بكسره وبدشه وبقلبه لهم بياكلوه بيبقى حلو. ممكن بقى لو انا ما عنديش كميه بجيبها اقطعها زي ما انتم شايفين كده اهي، الفراخ بتاكل وبتشبع وبتتبسط وبتملك بصلتها. عايز اقول لكم بقى ان الفراخ اللي انتم شايفينها دهيت بسم الله ما شاء الله بتصرف على نفسها. بتصرف على نفسها ازاي؟ من البيض. طبعا انتوا كنتوا شايفيني وباذن الله هنزل لكم فيديو انا كنت صورته وما نزلتوش. الفيديو ده فيه كميه بيض كانت رهيبه، ان شاء الله انتوا هتشوفوه. وفي نفس الفيديو برده هجمع معاكم الفيديو علشان تشوفوا بعينيكم اذا كان فعلا المشروع ده بكسب ولا لا. اللي خلاني عملت لكم الفيديو ده يا جماعه النهارده، بلاقي في ناس كتير لما باجي اقول فرخه الفرخه جعانه، لما باجي اعمل فيديو جمع بيض ولا حاجه ابص الاقي في ناس تقول لي مش هما هو المشروع ده بيكسب. انتوا النهارده هتشوفوا بعينيكم اذا كان بيكسب ولا لا. كل الحاجات ديت ان شاء الله انت هتشوفها كده قدام عينيكم. اللي هنا ما شاء الله كميه فراخ كبيره جدا، يعني ما شاء الله كميه فراخ عاليه جدا. الكميه دي يا جماعه طبعا هي مش شويه، وعلى فكره هي دلوقتي في العمر دهوت مش بتحتاج ان هي ايه، يعني مش بتحتاج ان هي تاكل اكل كتير او بتحتاج مصاريف، لا. ممكن لو انا جبت شكاره دش ولا حاجه بتكفي يعني ما شاء الله مده طويله، على شويه عيش يعني مدشوشين كده ممكن اضحك عليهم بشويه برسيم. طبعا انتوا عارفين يا جماعه البرسيم يعني في نسبه كالسيوم عاليه جدا وكويس جدا جدا للبيض، فهو اكتر حاجه بتزود انتاج البيض معايا. علشان كده انا بسم الله ما شاء الله يعني يمكن كل يوم ويوم باجي اجمع كميه بيض رهيبه جدا. العدد اللي انتم شايفينه ده كله كده يا جماعه ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم ان انا كل يوم ويوم يمكن لازم ابيع ب 150 جنيه بيض، وده طبعا يعني الرقم مش شويه. ده طبعا البيض اللي انا بلمه ببيعه جمله، علشان بس ايه الناس اللي كانت بتقول لي انت عندك بيض كده، البيض ممكن مثلا يعني لو حد قريب منه ولا حاجه بياخد، انما مثلا يعني حد بعيد ولا حاجه ويقول لي ابعتي لي او كده، طبعا ما اعرفش ان انا ابعت يا جماعه. طبعا يا جماعه ده خلاف اكل البيت، دايما على طول لو في مثلا رز عندي، في بواقي اكل، في طبيخ، في اي حاجه، ده طبعا البواقي دي بتبقى كويسه جدا وبتبقى حلوه للبيض. خدوا بالكم في ناس كتير بتستهون باكل البيت يا جماعه، لا. انا مثلا لما اكون عندي مثلا في بواقي سلطه، في بواقي رز، في طبيخ، في اي حاجه، بعباه بجردل كده زي ما انتم شايفين معايا كده. الجردل اللي انتم شايفينه دوت ده طبعا مليان بواقي بيض، بحوش عندي في الجردل وبقوم جايه العصر كده جايبها لهم وبحط لهم ياكلوه. فانا قلت الاول ان انا اقطع لهم شويه عيش ياكلوا كده واتبسطوا الاول، وبعد كده احط لهم الاكل. طبعا في ناس ممكن تفكر ان انا كنت جايبه العدد اللي انتم شايفينه دوت مره واحده، لا انا ما جبتوش يا جماعه مره واحده، دولت يمكن دفعتين على بعض، دفعتين بلدي، كان بلده مهجن، وكان في شويه ساسو برده كنت انا جايباه، مش كان ساسو يعني، لا كان جيل تاني، هو ما شاء الله باظ دلوقتي. علشان الناس اللي كانت بتسالني بتقول لي هو بيبيض على قد ايه، هو ما شاء الله يا جماعه باظ. يا جماعه الفراخ اللي انتم شايفينها ده، ده ثلاث انواع، ده في طبعا اللي فاهمين بس بقى عشان بس ايه، ده الفيوم المذهب اللي انتم شايفينه ده يا جماعه، ده الفيوم المذهب وده الاصل طبعا، اللي انتم شايفينه ده الاصل
حطها بقى عشان ايه؟ اهو اللي في منه برضو اللي هو دهوت اللي انتوا شايفينه ده اهو، وفي بقى اللي هو البلدي زي الابيض اللي انتوا شايفينه ده البلدي، وفي بقى اللي هو ايه البلدي المهجن. هوريه لكم برضو البلدي المهجن زي مثلا ايه زي الفراخ اللي انتوا شايفينها ورا دي، عارفين فرخه البيضه اللي هناك ديت البيضه ده اهي ايوه اللي ظاهره قدامكم دي، ده طبعا اللي هو البلدي المهجن. وفي بلدي يعني في ثلاث انواع هنا في قلب الفراخ هنا، بسم الله ما شاء الله وكله حلو. اما بقى اللي انتوا شايفينه ده الجيل الثاني الفراخ دي يا جماعه، ده الجيل الثاني اللي انتوا شايفينه ده، ده انا كنت جبتها اخر مره وربيتها معاكم. مش بجيب العدد مره واحده او بجيب الكميه مره واحده، لا انا كنت بجيب مثلا كل دفعه كنت بجيبها 60 فرخ، خلاف اللي كنت بذبحه وكان بيطلع ضيوف وكده وكان ما في برابر ولا حاجه، كنت اقوم اقسمها للبيض، وده اللي فعلا اللي انا بقيت اعمله. الناس اللي حابه تعرف التربيه من اول يوم انا كنت ربيتها يعني معاكم على القناه، لو انتوا رجعتوا ورا شويه كده هتجيبوا تربيه ده طبعا الفضي اللي انتوا شايفينه اهو، ده اللي ده برده يا جماعه فيومي بس فضي لونه فضي. كنت ربيت الموضوع معاكم على القناه، خلي خدوا بالكم دي بسم الله ما شاء الله في البيض زي الفل. الناس اللي بتقول ان انه نوع احسن بتفضليه، الثلاث انواع دول يا جماعه ما شاء الله في البيض زي الفل، بيكونوا معاكم بيض زي الساعه، الفيومي والبلد المهجن والبلدي جميل جدا جدا. الجيل الثاني برده ما شاء الله لما بيفلح في البيض بيبقى حلو قوي، وفي ناس جربته وفي ناس كانت بعتت لي ام شيماء فعلا انا جربته وكان بسم الله ما شاء الله كويس جدا في البيض. هو في منه الوقت اللي بشر وفي لسه اللي ما بشرش، ده اللي هناك دي الفرخه البيضاء اللي انتم شايفينها ديت ده المهجن اللي هو البلد المهجن، عشان بس ايه في ناس ما بتبقاش عارفاه. وعندكم الفرخه دي كمان اهوت اللي هي اللي بتنقر في الارض ده اهي ماشي. اما التربيه بقى انا ربيت ازاي، التربيه يا جماعه موجوده على القناه، لو انتوا رجعت ورا شويه ان شاء الله هتجيبوا. انا كنت يعني كل يوم كنت بربيها معاكم، اللي حابب يستفاد منها ده ان شاء الله هيستفاد منها كتير. بصوا بقى، طب ايه السر اللي خلى الفراخ معايا يا جماعه لغايه دلوقتي وما ماتتش؟ انا كنت كل سنه انا بوريكم بقول لكم على اللي انا جربته واللي انا مريت به، كل سنه ما كانتش الفراخ كانت عندي ما بتيجي تبيض كانت بتموت. خدوا بالكم من الموضوع ده كويس، لان في ناس كتير عندها كانت عندها نفس المشكله. التحصين يا جماعه هو اللي خلى الفراخ عندي بسم الله ما شاء الله فضلت معايا لغايه دلوقتي. كنت كل سنه كان يبقى المكان دوت كان يبقى مليان طيور، اجي كده في الاخر ابص الاقي الشهر 11 وشهر 12 ده كان كل اللي عندي كان على طول، كان ابص الاقي الدنيا دي كلها كانت الشوطه كانت تمسك كده، ما كانتش بقى بتكتفي على شهر 11 و12 بس، لا كانت تيجي ترجع تاني اجيب مثلا دفعه تانيه كانت ترجع تاني تيجي في شهر 3 و4، يعني كانت بتيجي للناس مره واحده وكانت بتجي لنا مرتين في السنه. ليه بقى؟ لان انا ما كنتش بحصن، كنت سايبه كل حاجه بالبركه كده. عند ما جيت حصنت السنه دي قلت لا والله بقى لازم احصن، لان انا ما كنتش معتقده في التحصين الاول، كان في ناس كتير تقول لي مش انا بجيب التحصين والفراخ برده بتموت عندي. وانا كمان كنت بجيب يا جماعه، يمكن اللي خلاني اتعقدت من التحصين كنت بجيبه وكانت برده الفراخ بتموت، بس التحصين لازم تجيبيه من مكان كويس، من عند مثلا دكتور بطل يكون كويس. التحصين ممكن تجيبيه، في ناس ممكن تجيبه وتقوم حطاه بره الثلاجه بيفسد، تيجي تدي الفرخ ولا اكنك انت اديتيله. لازم لما تيجي يا جماعه تدوا للفراخ التحصين اللي هو ضد انفلونزا الطيور والنوكاسل بتديله، لازم يكون تخزنيه عندك في الثلاجه في التلج، لازم يكون في تلج ماشي، ويكون من عند دكتور كويس، والتحصين يكون نوعه كويس، لان بيجي طبعا في ناس بتروح تجيبه مثلا ايه من وحده بيطريه ولا حاجه، ده بيبقى جاي برده مضروب. خدوا بالك، عايزه تجيب التحصين جيبيه من عند دكتور بيطري يكون كويس، وده فعلا اللي انا عملته السنه دي. علشان كده بسم الله ما شاء الله، يمكن هو ده اللي خلى الفراخ عندي النبادي ما فيش حاجه، كانت لها شوطه ولا حاجه ماتت ولا اي حاجه. طبعا الفراخ مش صوره هناك اهيت، نروح يمكن لو رحت بقى، بس خلاص هنكمل الفيديو هنا بس علشان ايه، انا ممكن اصور ورا بس علشان بس الوقت ما اطولش عليكم وكده، فانا قلت اعمل لكم الفيديو دوت علشان الناس اللي بتقول لي مش ما هو مشروع الفراخ البلدي دوت مربح ولا لا، هو فعلا بجد والله يا جماعه بكل امانه انا بكلمكم بكل امانه، يعني ده عن تجربه انا جربتها، هو فعلا مشروع كويس جدا ومربح. اللي انا عندي مش عيبه يعني لما انا اقول لكم ان انا ببيع البيض، مش ببيعه بقى هو في تاجر بيجي ياخده، يعني عارف ان انا عندي بسم الله ما شاء الله كميه كبيره فبيجي ياخده، لان بيبقى عنده منطقه بيبقى مطلوب فيها البيض دوت، فبيجي ياخده يعني ايه بسعر الجمله وكده، فانا بديهوله. البيض لو كتير عندي هيبوظ مني مش هستفاد منه،
طبعا انتوا عارفين انا ما بشغلش الفقاسه الايام دي، فانا هسيبه اعمله ايه، فانا قلت هستفاد منه. وطبعا انتوا عارفين يعني اللي بياخد البيض طبعا بسم الله ما شاء الله هو بيبقى يعني مقصب، البيض بيبقى مقصب اللي انا ببيعه، فما بالك بقى مثلا لو انا بعته المعمل ولا حاجه بيبقى يكون اعلى، بس انا ببيعه للاكل يعني، اللي بيجي ياخده بياخده للاكل عادي يعني. فعلشان كده بقول لكم اي حد عايز يعمل المشروع ده هو يجيب ويربي، مش شرط ان انت تجيبي كميه كبيره، حاولي انت مثلا تجيبي ايه 30 فرخه على قدك ولا حاجه، وهتستفادي هتعملي لبيتك، مش هتعملي كمشروع، هيبقى البيت كويس جدا تمام. فلو انتوا حابين ان انا اجمع معاكم البيض ماشي، مش حابين الفيديو يطول عليكم، ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.